تتضاعف الأعباء المعيشية على المواطن اليمني في ظل عدوان سعودي مستمر وحصار طال كل مقومات الحياة. فانعدام مادة البنزين في المحطات خلال الفترة السابقة مكن سائقي الباصات من رفع تعرفة النقل على الراكب. كنا في 2011 يعني وصلوا ل 1800 قالوا حكيت الله. الآن ب 2400 سلام الله على 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 على, على, على عبد الله صالح. الآن 150. ليش نحن بنزار باربع ايام خمس ايام ست ايام اسبوع في البترول ورجع نجي نشتغل معنا ثلاث ايام ونرجع لسبب مره ثانيه. اجرة الباص تضاعفت الى 100 ريال وهي ضعف لتعرفة النقل المفروضة سابقا والتي اثقلت كاهل المواطن اليمني ملاكيا في هذا العدوان، ويلات الدمار في الممتلكات والارواح ورفع في الاسعار وكلة الاعمال. هذا ما عبر عنه لسان حال المواطنين. بسبب الأزمة وبسبب العدوان الغاشم الذي حاصر إخوانها المسلمين جو وبر وبحر، ما عملت إسرائيل على غزة هذا الكلام. فهؤلاء يعني ليسوا بالمسلمين الذي يعملون بإخوانهم وجيرانهم، الذي النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، وجبريل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كاد قال أن جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سوف يوصيه يورثه. نعم، وهؤلاء الأشقاء السعوديين الذين يعتدون على إخوانهم ويقتلون الأطفال والنساء والرجال ويحاصروننا أدى وضع اليمنيين إلى هذا المستوى فوق الذي كنا نعاني منه. تعرفة النقل هذه ظالمة وزادت عبء إلى عبء المواطن، فزيادة التكلفة زادت بنسبة 100%، دخل المواطن بيقل والتكاليف الحياة بتزداد يعني، وهذه زادت نتيجة العدوان ونتيجة الحرب. فنتمنى ان نتعاون بين البين حتى نخرج من هذه الازمه، لان المواطن لا يتحمل يعني اصبحت الحياه صعبه. ففي ظل استمرار الحصار على النفط ومشتقاته من عدوان غاشم، يبقى سائقي الباصات محافظين على تعرفتهم الجديده 100 ريال للراكب، وتنعدم ركابه الضمير لدى البعض من السائقين في شهر رمضان المبارك، على الرغم من توافر ماده البنزين في محطات الوقود. محمد جميل، اليمن اليوم.